إنه هو يعني رشحني إن أنا أخذ هذا التكريم، وأحب أشكر أصحاب الفضل عليا. كل مخرج أو مخرجة اشتغلت معاهم، كل مؤلف أو مؤلفة أديت دور في عملها، كل زميل وزميلة وقفوا جنبي وعلموني واستفدت منهم، كل عامل في مجال السينما من وراء الكاميرا إذا كان عامل كهرباء أو إضاءة، أشكركم أنتوا أصحاب فرح. تسليفا من القلب الحتة دي. إهداء. إهداء الجائزة ده، الجائزة دي والتكريم ده لرفقاء السلاح إخواتي وزملائي الدفعة 49 حربية.